أهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. وقمنا العام الماضي في نهاية العام الماضي في ديسمبر المنقضي بعمل تقرير عن معهد العالم العربي، نشأته والمهام المنوطة به. هل استطاع خلال هذه السنوات أن يقوم بالفعل بالمهام المنوطة به؟ طبعا سؤال كبير. أولا أنا كنت مستشار للرئيس جاك لانغ، وكان عملي مرتبط بمرافقة أنشطة المعهد بطابع استشاري. هذا الوضع كان أيضا في الفترة اللي حصلت فيها الكوفيد، ويعني كانت مرحلة صعبة وعسيرة على الجميع يعني، وتقريبا كان عمل المعهد شبه مشلول يعني. المهام كبيرة في الواقع، والطموحات والتطلعات كبيرة، وأنا يعني أسعى أضع بعض الخطط والتواصل بشكل أحاول أن أجد مشاريع جديدة لم تكن قد أنجزت نفذت من في المعهد. لم تكن نحن متوقون لمعرفة هذه الخطط. يعني ما خطة حضرتك للشهور المتبقية من عام 2024، وأيضا ربما أجندة المعهد في 2025؟ صعب. أجندة المعهد، تعرفي أجندة المعهد كبيرة جدا، وفيها المتحف وفيها المكتبة وفيها الندوات والمعارض، يعني موجود البرنامج كتاب يعني. إذا أجي أحكي لك إياه الآن إحنا نبقى ساعات نقرأ فيه، بس أنا راح أحكي لك عن المشاريع اللي أنا الآن أشرف عليها وأنا اللي أوجدتها، وهذه اللي بها أريد أن أضع بصمة الشخصية فيها. بالضبط، وهذا سؤالي. نعم هذه هنا أنا سأصدر في مطلع العام القادم مجلة اسمها الآداب العربية الحديثة في اللغة الفرنسية، وهذا أول إصدار ليمثل الثقافة العربية والإبداع العربي في جميع اختصاصاته، الأدب والفن والموسيقى والغناء والسينما والرسم، كل الاختصاصات. مجلة فنون، مجلة ثقافة عامة تصدر باللغة الفرنسية بشكل شهري، وتحمل اسم الآداب العربية الحديثة لتر عرب مودرن، يعني لام، واللام هي بالفرنسي يعني الروح، وهذه ستكون أو تطمح أن تكون الروح العربية منقولة إلى اللغة الفرنسية بشكل دوري، وهذا أهميتها مزدوجة. الأولى أنه حاليا كل أنشطة المعهد أنه الناس لازم يجوا إلى المعهد ليشوفوا معرض، ليشوفوا متحف، ليحضروا ندوة. أنت سوف تذهب أن إليهم. أنا الآن بالمجلة أنا أذهب إليهم. صحيح. وهذا هو الخصوصية الأولى. والمجلة أيضا تكون أرشيفا. طبعا. وتصبح مع الزمن تراثا. ستصبح تراث. الخصوصية الثانية هي أن ما أسميه العمل التأسيسي. يعني إحنا نسوي معرض كبير يحضروا آلاف، وبعدين شهر شهرين ثلاثة خلص راح. المجلة تؤسس شهر على شهر على شهر، تبني يعني لا تختفي. وهذه المجلة لن تكون ورقية فقط، راح تكون على الإنترنت أيضا، وبهذا سأحاول أو ستحتل أكبر مساحة من القراء في الدول، في فرنسا، الدول الناطقة في الفرنسية، وربما وأنا هذا أتوقع أنها ستترجم إلى لغات أخرى أوروبية. فهو مشروع في الواقع كبير جدا وطموح جدا. ممتاز. طيب هل استطاع المعهد أن يكون حلقة وصل ما بين العربي المغترب هنا في أوروبا أو في فرنسا بالتحديد وبين بلده؟ شوفي، أهداف المعهد هو مو أن يكون حلقة بين كل بلد، كل مغترب وبلد. أنت تعرفي أن المغتربين ينتمون كل واحد إلى بلد، وعلاقاتهم مع بلدانهم علاقات كل واحد بطبيعة موقفه وعلاقته كذا. إذن هو حلقة وصل. المعهد هو جسر للثقافة العربية ككل. المغتربين العرب هنا يجدون ثقافتهم
معترف بها ومقدمة إلى الفرنسيين بأحسن الأشكال. هذا هو الغاية من المعهد، هو التعريف بالثقافة العربية في فرنسا. هذا الأساس في تكوين المعهد. المغتربين يجدون في هذا ضالتهم عندما يجد مثلا المغنين متاعهم، الموسيقيين، الآثار، السينما متاعهم معروضة هنا. إذن طبعا هذا هو المطلوب، بلادهم حاضرة. نعم، وهو بالفعل جسر زي ما حك قلت وحلقة وصل بين الشرق والغرب، لأنه في زوار أيضا أجانب، يعني الزوار الذين يأتون للمعهد ليسوا فقط من العرب، أنا شاهدت فرنسيين وحتى جنسيات أخرى أوروبية. طبعا هم مش العرب، هو الأساس الفرنسيين، احنا العرب اللي عايشين بفرنسا اللي مش قادرين يتواصلوا مع ثقافتهم يجوا هون، بس هو الأساس لفرنسا. هذا المعهد هو شاشة عظيمة لتعريف الثقافة العربية للفرنسيين وللعرب الذي يعيشون في فرنسا. صحيح، وأظن حتى بعض دول الجوار يعني ترددت كثيرا. أوروبيين طبعا، نعم، يأتون من بلجيكا ومن هولندا، وأظنه أيضا موضوعا على الخارطة السياحية لباريس طبعا، يعني كمركز من أهم معالم. نعم، باريس هذه نوتردام، وهذه الباستيل، وهذا البرج إيفل، وهذه مقبرة العظماء، وهنا معهد العالم، وهنا معهد العالم، وهذا السين. صحيح صحيح.